لا، دراسة وعلم وخبرة وخبرة وقانون. القانون ده هو اللي بيحكم القاضي وبيحكم المحامي وبيحكم موظف إدارة الهجرة. فلما المحامي بيتكلم بمصدر قوة العلم اللي درسه، اللي هو القانون اللي بيحكم الجادج نفسه القاضي وموظف إدارة الهجرة وأي شخص لازم يتبع القانون. بالظبط. فالمحامي بيتكلم من ثقة لأنه عارف القانون بيقول إيه. أكيد. فبيوجهه صح. أكيد. فللأسف الشديد في ظاهرة جامدة موجودة في كل مكان، ده حتى داخل الكنائس بتاعتنا. يقول لك تعالى معايا أوديك لفلان هيعمل لك قضية هجرة، فيش داعي تروح لمحامي. ده مشكلة كبيرة صدقوني. شفت ناس في المكتب بيعيطوا عندي يا أستاذة نرمين الحقنا ينقذنا. ما صعب إنك أنت تعالج حاجة اتكسرت. بالظبط. فالوقاية خير من علاج، بالاخص في مواضيع الهجره مش سهله. طبعا. والناس دي بتبان للاسف الشديد انها بتخدم وبتاعه ربنا وبتدخل الكنيسه وتعالى وديك وتعالى اعمل لك، بلاش تروح لده روح لده، بيعمل له غسيل مخ وفي الاخر مين اللي بيضيع؟ حضرتك. بالظبط. بي كيرفول، دي ظاهره منتشره وانا بنبه عليها ونبهت عليها اكتر من مره. فطبعا لازم تستفيد من خبره اللي انا بقولها لك دي، الخبره. أكيد طبعا. المحامي عنده خبرة واكسبيرينس وكمان عارف القوانين زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بالزبط. وكمان كنت عاوزة أقول أنا يعني شايفة أن في ناس كتيرة بتمشي في الخط دوت لأنها عايزة توفر شوية من أتعاب المحامي. طبعا ده اللي بيحصل في الآخر لما يجي الدنيا تبوس خالص في الآخر ويجوا لمحامي هيبقى دفع أكتر كتير، غير أن هو موقفه في الهجرة بقى سيء جدا. صح. وتعرف وبقى الفايل بتاعه شكله مش كويس قدام موظف الهجرة وإدارة الهجرة كلها. ف مش من الحكمة أبداً أن الواحد يضحي بشوية دولارات صغيرين. صحيح. عشان يبوظ مستقبله في الهجرة. بيضيع. وبعدين يجي يقول له محامي الحقني. طب أنا يبقى طولي صعب جداً تصلح حاجة. yeah. وبشوفها للأسف الشديد كل يوم في المكتب عندي. ولما بروح المحاكم بشوف ناس بتعيط بتبكي وصلت درجة الدموع. اللي بيجي إدارة الهجرة بتاخدهم من بيوتهم ترحلهم. بالظبط. نتيجة لخطأ هؤلاء. فلذلك أنا بقول احذر من هؤلاء اللي يديك نصايح غلط او يحاول يوديك لاشخاص معينه يساعدوك. اكيد. ولازم برضو في كمان حاجه تانية، في الشخص اللي بيتفضل ويبعت الناس دي او يروح مع الناس دي لشخص غير معهوش لايسنس او رخصه يعمل الحاجات ديت، ما بيقولش الحكايه دي، هو هيساعدك وخلاص. طب هيساعدك بصفتك ايه؟ ما الناس بقى بتبقى جايه من مصر مش عارفه ايه الفرق بين اللي عنده رخصه من اللي عنده، مش بيفرق. انت عارف الناس العمليه في مصر ماشيه سهله سداح مداح. هنا سداح مداح. هنا مش سداح مداح صدقوني. وبتبقى مشكله جامده جدا مع الهجره لما بيلاقوا واحد كده داخل فرداني. طبعا اللي بيعمل لك الورق ده ان ساعدك، وده يعني نادر قوي لما هيطلع الورق صح اصلا. لو دخلت تعمل الانترفيو المقابله بتاعتك مع ضابط الهجره بيلاقيك لوحدك كده حقيقي. انا شفتها كتير كمان، بيبقى بيستفرد بالشخص. اكيد طبعا. يعني ما فيش ايكوال فوتينج، يعني فيش تساوي. بالظبط. يعني هو اللي هو اللي بيدير المعركه. بالظبط. ما فيش محامي قاعد بيراقب ويتكلم بالنيابه عنه. ان المحامي من حقه يوقف الموظف في اداره الهجره ويتكلم معاه. أكيد. ويعمل مرافعه ويسمعه. لو دخل بشخص بس يترجم له مش هيقدر يضيف حرف واحد. بالزبط. على اللي بيقوله. yeah. الشخص اللي مقدم الطلب. yeah, لان اللي بيترجم كمان بيبقى مراقب. برافو عليكي. بيبقى في رقابه على الشخص. yes. اللي داخل يترجم. بالظبط كده. حتى في قضايا اللجوء لما واحد يعمل مقابله في اداره الهجره في مكتب اللجوء اما يدخل معاه مترجم لوحده. مترجم فقط معهوش محامي، بيبقى يجيب واحد بيراقب المترجم وهو بيترجم عشان ما يزودش حرف واحد. لكن المحامي دوره في مقابله اللجوء ان هو من حقه يسال الكلاينت بتاعه اسئله، ومن حقه يترافع عنه ويعمل المرافعه النهائيه. أكيد. ويقنع الموظف اداره الهجره ليه الكلاينت بتاعي العميل بتاعي لازم ياخد موافقه. اكيد. تقريبا احنا اوريدي المكالمات بدات تيجي على القناه. اوكي. فمساء الخير قناه الطريق، اتفضل. هلو. هلو. اهلا وسهلا مدام مروه. اهلا وسهلا مدام مروه. استاذ جورج. اهلا حضرتك. انا سعيد بيك، اتفضلي يا مدام مروه. مدام مريم. لو سمحت يا استاذ جورج انا ليا سؤالين. السؤال الاولاني، كنا عاملين قضيه اسايلم، فعملنا جرين وانا وجوزي وعملنا الفنجر برنت في يوم واحد، فجاله جرين
يعني ما كملش شهر وجاله الجريد. صح. وانا لسه ما جاليش، فايه المشكله؟ السؤال الثاني، اختي عايزه تيجي عندي وتعمل افرض يعني ان هي عملت عمليه وكده، هل مثلا لما يجي لها بالله طبعا مش هتقدر تدفعها، وسياحه تيجي سياحه، دي هتاثر عليا في حاجه؟ وهل هتاثر عليها لو ما بتدفعش البلاد ان هي تيجي تدخل تاني امريكا؟ اوكي، يبقى دول ثلاث اسئله مش اثنين. اوكي، شكرا، ميرسي قوي، معلش لا ولا يهمك، ميرسي قوي، وربنا يعوض حضرتك ويحافظ على حضرتك. ميرسي على الدعوه الغاليه دي يا ستي يا غاليه، شكرا. انا ليا رساله، صدقيني مش طالع اعمل دعايه لنفسي ولا لمكتبي، انا بحب اساعد. اكيد صدقوني، والناس لمسه انا عندي فعلا. رساله لواحد من شخص ما مش فاكر اسمه، في حلقه من حلقاتي قال لي انت يا استاذ جورج ليك رساله. اكيد انبسطت بالكلمه دي لان دي الحقيقه فعلا، انا بحب اساعد. نجاوب السؤال بتاع استاذه، بتقول السؤال بيقول ان هي ما خدتش الجرين كارت ليه زي جوزها؟ ده بيحصل عادي، ما تقلقيشي. ساعات بنبعت طلب للزوج والزوجه في نفس الوقت في نفس الانفلوب، والزوج يجي له والزوجه لا، ده بيحصل عادي. موظف يبقى عنده ضغط كتير، لان مش حتى لو بعتي في نفس الوقت يبقى في موظف من اداره الهجره، واحد ما عندوش فايلات كبيره، واحد ما عنده حاجات صغيره، فده مشغول وده فاضي، فبيبعتها لك بسرعه، التاني عنده بيزي، فما تخافيش لازم هيجي لك. هي بتاخد مساله شهر شهر ونص. اوكي، بالنسبه لموضوع اختك لو دخلت بفيزا سياحه واتعالجت، طبعا لو هي ما دفعتش بيجري وراها هي، انت مش مسؤوله مش عن تصرفاتها، لان هي ليها في نظر القانون ذمه ماليه مستقله وانت ذمه ماليه مستقله، فمش هيجري وراكي انت. اوكي، لو هي ما دفعتش يس، ممكن بعد كده لو راح تجدد الفيزا بتاعتها هيعرفوا ان هي استغلت فلوس الحكومه الميديكال، او الحكومه دفعت عنها، حتى لو جايه بفيزا سياحه ممكن ما يجددولهاش الفيزا او تاخد فيزا تانية. ده الخطوره في كده، لو اتعالجت وما دفعتش، زي الست اللي بتيجي من مصر او من اي بلد عربيه وتولد هنا ويدفع لها الميديكال، لو الفيزا بتاعتها خلصت وراحت تجددها ما يدوهالهاش. ليه؟ عشان استغلت فلوس الحكومه وما دفعتهاش. واو، يس، دي معلومه جديده. يس ات از، مهمه جدا. يس، طب شكرا استاذ جورج. معانا مكالمه تانية، بنت الرب من كاليفورنيا، اتفضلي حضرتك. ايوه، مساء الخير. مساء النور استاذ جورج، اهلا بيكي بنت الرب، اتفضلي. شكرا ليك على الخدمه اللي بتعملها. شكرا. بسالك بخصوص بنت اختي بتقدم معادله صيدله. ايوه. بس هي عندها طفل سنه ونص، لما تروح تقدم في السفاره على الفيزا تقول يعني تحب تجيب ابنها معاها ولا الافضل تسيبه؟ وهي يعني متجوزه وممكن تسيبه مع مامتها، بس هي بتفضل تجيبه معاها. ايه راي حضرتك؟ يعني عايزه تجيب اخوها معاها؟ ابنها. عمره سنه ونص. وهي جايه الولايات المتحده تعمل ايه؟ تاخد معادله الصيدله. معادله الصيدله، اوكي. هو طبعا لما بتاخد الولد معاها ممكن يرفضوها. يقول لك طبعا انت طالعه مش هترجعي معاك الابن، واخده بالك؟ نعم، جوزها لسه في مصر، ما برضه بتولد شك. الافضل الافضل حطي انت مكانك مكان موظف السفاره. انا جايه امتحن المعادله بتاع يومين ثلاثه اسبوع، ليه اخد بابني معايا؟ ما يستنى في مصر. طيب ده جود ايديا. طب ولازم يبقى لها حساب في مصر؟ طبعا لازم يكون معاها رصيد في البنك تثبت ان هي قادره تدفع الاقامه اللي هتقعدها، وعندها وظيفه تجيب ما يثبت ان عندها وظيفه، وتقول زوجي في مصر وابني في مصر، فليها روابط في مصر اكتر من الولايات المتحده، ففي الحاله دي هتاخد الفيزا بسهوله. شكرا ليك، والله تبقى تجيلك. شكرا ليك، ربنا معاك. اكيد. اوكي، معانا سيلفيا، اتفضلي. مساء الخير. اوكي، معانا ابن الرب، اتفضل حضرتك، معاك كارت الطريق، دافع الطريق. مساء الخير عليكم، مساء الخير على استاذ جورج. مساء النور. اهلا وسهلا يا استاذ جورج. انا ليا سؤال مقطعين. المقطع الاول سؤال، عدلي صوتك شويه لو سمحت. انا جيت حضرتك سياحه وعملت لجوء، وفي الاوفيس حولني لمحكمه بعد شهر بالظبط. وانا رحت المحكمه، كنت هروح لمحامي، الفلوس اتفقدت مني وما بقاش معايا فلوس خالص. فرحت قابلت القاضي، قلت له انا معيش فلوس ادفع لمحامي. قال لي عندك اربع محامين فري،
فانا كنت رحت للمحامي الفري اقل واحد عايز 5000 دولار او 4000، المهم يعني قلت له انا هدافع عن نفسي علشان انا فعلا مش معايا فلوس. فحدد لي جلسه بعدها كمان بشهر ثاني اللي هو بعد اسبوعين. ايوه. انا حاليا فعلا ما فيش فلوس خالص معايا وعايز ادافع عن نفسي. أيوة. في مشكله لو انا دافعت عن نفسي، انا عرفت على الاقل ان انا هدافع عن نفسي نظرا للفلوس اللي فاتت مني وما فيش محامي معايا. انت في ولايه ايه؟ في مشكله لو دافع عن نفسي. انت في ولايه ايه؟ تنسي. تنسي، اوكي. هو في مش في، اسال القاضي قول له عايز البانل بتاعت البروبونو، في بروبونو اللي هو انت سالت على اللا كوست اللي هي بيدفعوا المحامين بياخدوا اسعار قليله، لكن في نوع في قايمه بالمحامين اللي هم البروبونو اللي بيعملوها ببلاش خالص. فهو القاضي ما عرفش تشرح له، انت جابوا لك مترجم في المحكمة. نعم، اداني ورقه بالمحامين دول ورحت لهم بالكامل. ايوه. كل واحد يقول لي انا علشان اروح معاك انا عايز 4000 دولار. يا لا في انا فاهم استاذي، في لسته ثانيه دول محامين بتشارج آلات البيت يعني مبلغ صغير، لكن في محامين تانيين بيعملوها فري خالص اسمهم بروبونو. فتحاول تدور على الليسته بتاعته البروبونو لان ده بيسموها مجاني، فهو اداك الليسته الجادج اللي الناس اللي بتشارج بتاخد فلوس منك. لو انت مش لاقي حد في تينيسي ممكن تعمل تمثل نفسك، بس فيها خطوره عليك جدا لانك مش عارف القانون، مش هتعرف تدافع عن نفسك، مش هتعرف تتكلم عن نفسك، مش هتعرف تستعمل عبارات قانونيه، محامي الحكومه هيبقى هياخد منك فرصه وهياثر عليك. ده اخطر حاجه تعملها. طب ايه الاحتمالات؟ ايه الاحتمالات الوارده؟ احتمال الوردة اللي هو هيعمل حاجة اسمها الميريت هيرينج، هتقعد تتكلم، القاضي هيسألك، المحامي هيسألك بتاع الحكومة، زي ما تكون ليمونة وبتتعصر. طبعا ده لازم انت حضرتك، انا بيجي لي قضايا زي كده بروح المحكمة بقعد مع الكلاينت مرة واثنين وثلاثة حضره للجلسة. في اجراءات انت ما تفهمهاش، البروسيجر كمان، الاسئلة هتسألها وتبقى عارف اجابتها ازاي وهتسأل ازاي. زي ما تقول لواحد مثلا ما عندوش فكرة عن الطب اعمل لي عملية جراحية، انت بتعمل كده بالظبط. فلما بتروح تعمل مقابلة في مكتب الهجرة حتى لازم تاخد محامي معاك، فما بالك في المحكمة لازم يكون معاك محامي. أكيد. لازم طبعا. دور على الليستة بتاعت البروبونو. وفي طبعا في حاجات في عندكم حاجة اسمها تشيرتابل، مؤسسات خيرية، دول برضو عندهم محامين فري. ربنا يوفقك. أشكرك جدا أستاذ. شكرا. ربنا معاك. ربنا معاك. مدام مروة من كاليفورنيا، مساء الخير. مدام مريم من كاليفورنيا تفضلي. ألو. هاي مدام مريم، مساء حضرتك. تفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضلي. أنا عندي سؤال للأستاذ جورج. كانت أختي راحت السفارة وكان معاها جواب من الدكتور وانا حامل وكنت محتاجاها في الولاده بس هي اترفضت، هل تحاول تاني ولا كده خلاص يعني؟ هي اختك صغير. اختك متزوجه ولا سنجل؟ لا هي مخطوبه. مخطوبه، بتشتغل عندها وظيفه؟ لا هي لسه عندها 20 سنه يعني صغيره، بس ما عندهاش اي وظايف هناك في مصر. ما ده اللي انا قلته في اول الحلقه، قلت لما يكون شخص عازب وما عندوش وظيفه وما عندوش حساب في البنك وما عندوش وصغير في السن، هيعرف ان هو هيجي مش هيرجع. وضعها صعب جدا، لو قدمت تاني نسبه كبيره انها هترفض. ففي حلين دلوقتي ليها. حل اولاني ممكن نعمل لها احنا عن طريق المكتب او عن طريق اي محامي تختاريه، نعمل لها فيزا دراسه. فيزا الدراسه اقوى ونسبه نجاحها عالي عن فيزا السياحه. المكتب عندنا بيعملها لكل الناس المحتاجين فيزا دراسه. الفيزا التانيه اللي ممكن تعملها فيزا خطيب، لو في خطيب من الولايات المتحده معاه جنسيه راح شافها في مصر وتصور معاه شويه صور وجي هنا، ممكن نجيبها في فيزا خطيبه، تاخد 9 شهور وبتيجي مضمونه بنسبه 100%. دول الطريقين المتاحين لها. لكن لو راحت تقدم فيزا سياحه تاني هايلي لايكلي شيز جونا جيت ريفيوزد. سو يس. اوكي يا استاذ جورج، طب هي ممكن لو اتجوزت يعني ممكن تيجي بعد كده؟ ده طبعا بيعزز موقفها انها اتجوزت، مش هتيجي في امريكا تتجوز، فالكونسول احتمال يديها الفيزا.
وكمان لو يعزز موقفها لو هي عندها ولد في مصر تقول انا سايبه جوزي سايبه الزوج وسايبه الابن وعندي وظيفه وعندي املاك فليها روابط في مصر. اوكي يا استاذ جورج، مع ان هي كان معاها جواب فانا كنت محتمله يعني 90% الجواب ده لا كاتب الدكتور، فكنت الناس فاهمه كده احتمال عالي خالص ان هي تيجي. للاسف الشديد الناس فاهمه كده، لما حد يبعت لواحد دعوه او يقول له تعالى زورني عشان انا بولد او انا عايزك تحضر معايا الولاده ما بينفعش. عرفوا الحاجات دي كلها في السفاره اكيد. شكرا، ربنا معاك يا ستي، ربنا معاك. كانت الطريق. سيلفيا اتفضلي. مساء الخير يا استاذ جورج. مساء الخير مدام انسه او مدام سيلفيا، اتفضلي. مدام سيلفيا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك، انا اتصلت بحضرتك قبل كده وكنت عايزه اسال عن اخويا، عنده من 16 ل 17 سنه. ايوه. وماما عندها حوالي 42 سنه. رحت عند هنا عند دكتور، انا لسه وضعت هنا من حوالي 6 شهور ومعايا الجرين. عملت ورق عند المحامي هنا ان محتاجه ماما واخويا ان هم يجي يزوروني ويقعدوا معايا شويه، وجبت ورقه من الدكتور ان صحتي مش هي كافيه ان انا اقول البيبي لوحدي. انا عملت الورق دوت، هل هيدخلوا السفاره في نسبه ان هو قبول لاخويا ولا هيترفض، ولا هيترفضوا هم الاثنين؟ بدل السؤال اللي سالته الاخت قبليكي واللي انا قلته اول الحلقه، اي شخص بيكون سنجل عازب مش متجوز وما عندوش وظيفه وما عندوش راس مال كبير وما عندوش عقار في البلد بياخد رفض لانه سنجل مش متجوز ملوش روابط في مصر. بالنسبه لمامتك احتمال وهي كبيره في السن 40 سنه يعني ممكن في تشانس، ممكن 50-50 ان هي تاخدها، لكن بالنسبه لاخوك الصغير صعب. طب كمان انا عندي اختي عندها حوالي 20 سنة او 19 سنة، فعايزة اخليها تدخل السفارة ومش عارفة لها اي طريقة. ما هو الطريقة الوحيدة انها تاخد فيزا سياحة، وهي زي ما قلت لانها سنجل مش متجوزة صعب انها تاخدها. حاولي ما تخليهاش تقدم وهي مش متجوزة، تقدم على فيزا دراسة او عن طريق الخطيب، فيزا الخطيب لو في شخص معاك جنسية كان بيعمل تشاتنج معاه الايميلز ويروح يزورها في مصر، دي التشانس اكبر على فيزا الخطيبه او فيزا الدراسه. ما تخليهاش تقدم سياحه لانها هترفض ويبقى اسمها في الكمبيوتر. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا سيلفيا. استاذ جورج كنت عاوز اسال، معنا مكالمه تانية. مساء الخير، قناه الطريق اتفضل. الو. اهلا اتفضل. الو الو فؤاد البابا. اهلا وسهلا. في مجال احكي مع الدكتور جورج؟ استاذ جورج تفضل. انا معك. اوكي. مساء الخير. مساء الخير استاذ جورج. مساء الخير، كيفك؟ مساء الخير انسه. بنتي اجت من سوريا جديد وحابه نعمل لها لجوء. ايوه. في مجال؟ طبعا في مجال. اليومين دول لو في اضطهاد حصل لها، اضطهاد سياسي او مش قادره تعبر عن حريتها في قمع، يس. بالنسبه للسوريين النهارده ممكن، يس مفيش مشكله خالص. الو، حضرتك موجوده على التليفون؟ اوكي. معانا بنت رابط، اتفضلي. قطع الطريق. استفسار وحياتك. اتفضلي. مساء الخير يا استاذ. اهلا، اتفضلي حضرتك. اهلا بحضرتك. انا ابني واخد الجنسيه في ساوث كارولاينا. ايوه. وعمل لي الاجراءات، فانا جيت دلوقتي موجوده في ساوث ومعايا جرين كارد ومعايا السوشيال سيكيورتي، وانا ليا بنتين في مصر، بنت متجوزه وبنت موظفه. ممكن انا عن طريق الجرين انا ام ابعت لهم اجيبهم؟ من حقك تبعتي لاولادك الغير متزوجون. غير متزوجون؟ طب والمتجوزه؟ لما تاخدي الجنسيه تقدمي لها. لما طب واللي لسه ما اتجوزتش عندها وظيفه وشقه تمليك وموظفه في الكهرباء؟ ممكن تقدم على فيزا سياحه افضل، لانك لو قدمت لها دور هجره يا مدام. أيوة. اسمها هينزل في الكمبيوتر، هتيجي تقدم على فيزا سياحه
هيقول لها لا أيوة. انت ليكي دور هجره، انتظري الدور، والدور بياخد 10 سنين دور عن طريقك انت، فخليها هي تقدم بفيزا دراسه الاول. ايوه فيزا، قصدي فيزا سياحه او دراسه. اوكي بنت الرب، السؤال خلص. رايت في اسئله ثانيه؟ طيب معانا مريان، اتفضلي مريان، معاكي استاذ جورج. الو الو، اتفضلي اتفضلي. ايوه مساء الخير استاذ جورج. مساء الخير، اهلا بيكي. حضرتك على البرنامج اللي هو عدرا في بالك. ميرسي خالص على ذوقك، اتفضلي. انا بسال حضرتك عن حاجتين. اول حاجه اخويا في مصر، انا هنا في ميشيغان وهو في مصر، انا نفسي يجي هنا باي طريقه بقى، سواء دراسه او سياحه. لو دراسه زي ما حضرتك قلت عشان توفير الاجابه يعني. يس yes. احنا ازاي نجيب دراسه يعني؟ ازاي اتصل بحضرتك عشان تعمل لي ازاي يعني؟ ايوه بالظبط كده، هطلب منه شويه اوراق من مصر بيجيبها لي، تكلميني حضرتك في التليفون يوم الاثنين في المكتب، الكنترول هيديكي رقمي دلوقتي، هطلب تكلميني وانا هقول لك شويه حاجات محتاجها اوراق وبتبعتها لي، بقدم اوراق للجامعه وبندفع مصاريف الجامعه وببعت له شهاده قبول من الجامعه وبعتها له في مصر، وبعد كده لما ياخد ميعاد المقابله لازم يكلمني هو شخصيا عشان احضره للمقابله، لما يجي يعمل مقابله مع القنصل عشان ياخد فيزا الدراسه. طب اوكي، طب وبعد اذن حضرتك، يعني نسبه القبول في الدراسه دي كام في الميه؟ سؤال جميل جدا. نسبه النجاح فيها 70%، الاستاتستكس عندنا في المكتب نسبه النجاح 70%، بس لو هو كان مقدم فيزا سياحه واترفض النسبه بتقل، يعني لو اول مره. لا هو مش مقدم على اي حاجه. طيب يبقى هتصحك ما يقدمش سياحه، يقدم دراسه وعن طريق المكتب واحنا هنساعده. طب خلاص اوكي، حاضر حضرتك. طب الموضوع ده مكلف يعني قوي ولا يعني في معدل كام يعني؟ مش سامع بتقول ايه؟ معدل النجاح قد ايه تقريبا؟ ما انا جاوبتها على السؤال 70%. لا لا سوري، انا ما اقصدش على النجاح في السفاره، انا اقصد معدل يعني ماديا يتكلف كام؟ ممكن نتناقش في الموضوع ده في المكتب. حضرتك خدي رقم تليفوني من الكنترول وانا هشرح لك باستفاضه. طب خلاص اوكي، انا هتصل بحضرتك على الكنترول. بس في سؤال تاني بعد اذنك. اتفضلي. لو انا مخطوبه ومعايا جرين كارد ينفع اجيب خطيبي؟ ذا انسر از نو، لازم يكون معاك الجنسيه. وما ينفعش ليه هو برضو اي مجال لزياره امريكا؟ نفس النظام، لو هو اترفض سياحه ولا هو اقدم سياحه ولا ايه نظامه؟ لا ما اقدمش سياحه خالص. يبقى ممكن نعمل له الفيست الدراسه، اسهل اضمن اقوى من من السياحه بكتير. خلاص اوكي ماشي حضرتك، شكرا كتير يا استاذ جورج. هياخدوكي في الكنترول دلوقتي، يديك رقم تليفون. مريان خليكي معانا، خدي نمره. أيوة في الكنترول. أيوة اوكي اوكي استاذ ماهر اتفضل، معك هات الطريق. استاذ جورج معك. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير. انا عندي سؤال للاستاذ المحامي. انا عملت حادثه عربيه، حد قبط عربيتي انا واسرتي. ايوه. وقادوا مراتي المستشفى في نفس الوقت، وبقت يومين في المستشفى، وبعد كم يوم خدتها ثاني لانه كان عندها الام وحاجات يعني، وبعدين حولوه لمستشفى الامراض النفسيه لانه كان عندها اكتئاب. ايوه. وانا كمان بعد كم يوم حسيت الم ورحت المستشفى. ايوه. وبعدين شركه الانشورنس اتصلت فيها واتصلوا فيها وسجلوا مكالمتي وحرروا علي مبلغ من المال يعني عشان انهي الموضوع، ووافقت. بس الجماعه اصدقائي نصحوني انه ارجع للمحامي، فايه رايك حضرتك؟ انت في ولايه ايه حضرتك؟ جورجيا. اوكي، احسن نصيحه قالوها الناس دي لحضرتك انك لازم تاخد محامي يعمل لك القضيه، لان الانشورنس كمباني يعني صدقني لما يشوف واحد لوحده بيتكلم معاهم ويقول لهم ادوني تعويض بيدوا لك حاجه قد كده، لكن لو عينت محامي هيجيب لك حاجه اعلى كده. ليه؟ لانه عارف حقوقك وبيعرف ازاي يكلمهم، ولو هم ما وافقوش على المبلغ اللي بيطلبوا ليك بيرفع قضيه قدام المحكمه ويجيب لك اقصى تعويض ممكن. لا بيلاقوك لوحدك وتتكلم مش هيدفعوا لك التعويض اللي انت مستحقه. انا عندنا في المكتب بنعمل قضايا الاصابات الشخصيه، حوادث السيارات، وبنعمل احسن شغل للناس بالنسبه للتعويض. وبنصح كل الناس محدش يعمل قضايا حادثه سيارات لوحده،
فلازم حضرتك تستعين بمحامي وربنا معاك. الله يبارك فيك. بس عاد سؤال، يعني لو خلصت محامي يعني المبلغ حيكون كويس يعني؟ لازم تعمل بحث عنه وتشوف هل هو عمل قضايا كتيرة حوادث سيارات وعنده خبرة، وتسأل على سمعته، تتكلم معاه، تقعد معاه، لو ما ارتحتلوش شوف محامي تاني وتالت لغاية ما ترتاح. بس نصيحتي ما تعملهاش لحالك، اللي هتخسر كتير. ده نصيحة غالية. شكرا يا فندم. ربنا معاك يا أستاذ ماهر. معانا أستاذ ريمون قاطع الطريق، اتفضل حضرتك. اليوم مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اتفضل. هلو ريمون. اوكي تقريبا فقدنا الاتصال بالاستاذ ريمون، يا ريت يعاود يتكلم تاني. اوكي معنا مكالمه تانية. بنت الرب اتفضلي، معاكي استاذ جورج. الو الو اتفضلي. ايوه ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. متفكرين على البرنامج الجميل ده قوي. بحب اسال استاذ جورج سؤال لو سمحتي. اتفضلي. ايوه استاذ جورج، أنا بقدر على الجنسية دلوقتي. كويس. وهلا يعني أرملة. فطالبين شهادة وثيقة الجواز وشهادة الوفاة بتاعت الزوج. أيوه. هل دي لما تترجم لازم تكون عند حد معتمد ولا أي حد ممكن يترجمها؟ لا، أي شخص ممكن يترجمها، مش لازم يكون معتمد، ويكتب ويكتب بعد ما يترجم أي، يقول أنا كذا، يحط اسمه كومبتنت to translate from English to Arabic and Arabic to English to the best of my knowledge. لازم يكتب العبارة دي وبتعترف بيها إدارة الهجرة. أوكي. طيب شكرا يا أستاذ جورج، ألف شكر. أي خدمة ست. ربنا يديك الصحة. ربنا معاك. شكرا على اتصالك. في مكالمة تانية؟ أوكي معنا مكالمة. أستاذ عادل اتفضل، معك هذا الطريق. أستاذ جورج معاك. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اهلا استاذ عادل. اهلا بيك. انا عادل من كندا، مقيم في كندا بقالي 40 سنه. اهلا بيك. طبعا طموح الواحد كبيره وعايز يعني، وانا بزنس مان، هيوج بزنس مان هنا في كندا. معظم شغلي من امريكا لكندا. كنت احب اعمل ورقي بحيث ان انا يعني ما عنديش عقوبات، ما عنديش a difficulty to have my business also running from the state. How do you ازاي تساعدني او تديني تنصحني قبل ما ابتدي غلط؟ برافو عليك. سؤال جميل. انت حضرتك معاك الجنسيه الكنديه مش كده؟ طبعا طبعا يعني. طيب انت عندك بزنس في كندا؟ بالظبط. ممكن تفتح له برانش هنا في امريكا، وعن طريق ال L1 فيزا ممكن حضرتك تاخد جرين كارد. ده احدى الحلول، وهي الحلول L1 فيزا. L1 فيزا. L1 اسمها انتر كومباني ترانسفيري، يعني انت صاحب شركه او بيزنس وعايز تفتح له فرع في امريكا، ولازم تعين عمال يشتغلوا عندك، عشان الفلسفه بيهايند ات انك انت بتنشط الاقتصاد الامريكي. لازم يكون بيزنس كبير وتشغل 8 عمال ل 10 عمال عندك. في الحاله دي بتاخد جرين كارد. في نوع تاني من انواع الفيز اسمه الاي 2 فيزا. ده مش لازم يكون في راس مال محدد، لكن حدود 150 100 الف دولار بيديك اقامه سنتين داخل امريكا، وتتجدد سنتين وسنتين، لكن ما تاخدش جرين كارد. ال L1 تديك الجرين كارد. اوكي. وممكن لازم اعيش، مش سامع، علي صوتك شويه. سوري. ولازم اعيش في الاتيت ولا اكون برضو مقيم في كندا؟ ولادك لازم يعيش في، بيقول لازم يعيش في الستيتس ولا ممكن يبقى مستقر؟ لا بتطلع وتخش، مش لازم تعيش، ده ممكن تخش وتطلع اي وقت. انا بطلع واخش تقريبا في الشهر مرتين. فيش مشكله، معاك الفيزا صالحه. بالنسبه لل L1 الفيزا بتاعتك صالحه، وبالنسبه للاي 2 بيدوك سنتين وانت داخل من مطار تقعد في امريكا، وخلال السنتين دول ممكن تخش وتخرج باك اند فورس من غير اي مشكله. لو عايز اكسكيوز عفوا، لو محتاج اي مساعده ممكن تاخد رقمي من الكنترول وانا اشرح لك ازاي نعملها، لان انا عايز تفصيل اكتر، ولازم استعين ببروكر هنا عشان يشتري لك بزنس ويعرفك على انواع البزنس واسعارها، وانت تختار النوع اللي انت عايزه. اوكي
أوي أوي أوي. اتشرف بمعرفتك واحب اعمل اخر التليفون. شكرا حبيبي، الكنترول هيديك رقمي دلوقتي، ممكن تكلمنا يوم الاثنين في المكتب واحنا نساعدك. شكرا. شكرا يا استاذ عادل. طيب في معنا مكالمات ثانيه تقريبا؟ لا. انا طبعا بشجع المشاهدين يتصلوا لو في اي اسئله ملحه طبعا على حضراتكم. استاذ جورج موجود، واستاذ جورج على فكره مش تخصص هجره ولجوء بس، استاذ جورج هيكلمنا على انواع القضايا اللي هو بيساعد بيها الناس في المكتب عنده. اتفضل استاذ جورج. يا الاميجريشن خدت حظ كبير قوي في الحلقات السابقه. اكيد اكيد. فطبعا انا المكتب عندنا بيعمل قضايا التعويضات زي حوادث السيارات والتزحلق في الاماكن العامه بالظبط، والاشترى اي واحد اشترى منتج واتصاب فيه اسمها برودكت لايبيليتي. فطبعا انا اسف معلش. اتفضل يا استاذ جورج. حوادث السيارات المكتب عندنا بيعملها اكستنسيف بطريقه مكثفه للناس اللي اتصاب في حوادث السيارات. ان الموضوع ده انا بتكلمه ليه يا استاذه؟ لان زي ما اتكلم الاستاذ المستمع المشاهد من شويه وقال ان هو كلم الانشورنس وعرضوا عليه مبلغ، ده اخطر حاجه بيعملها الشخص انه يحاول مش عايز اقول يوفر المحامي ويعملها هو لحاله. دي مشكله كبيره، بياخدوا فرصه عليه وما بيدلوش التعويض اللي هو يستحقه. وفي حاجات تعويضات هو يغفل عنها، المحامي بيتكلم وبيشرحها لشركات الانشورنس، هو ما يعرفش ايه انواع التعويضات بالظبط. في حاجات معينه ممكن المحامي من خلال الكلام مع العميل بتاعه يعرف هو مستحق التعويض ايه وايه وايه وايه، فبيقولها للادجستر اللي هو بيعمل الكيس مع المحامي، فبيجيب له اعلى نسبه تعويض. وحتى لو هم قالوا لا وادوا له مبلغ ضعيف بيرفع قضيه في المحكمه ويجيب له اعلى تعويض ممكن. المحامي ما بياخدش فلوس مقدم، بياخد اتعاب نسبه من اتعابه ونسبه من التعويض بالظبط. ولو ما جابش تعويض ما بياخدش حاجه المحامي، بيسموها contingency. فالكلاينت الزبون مش اصلا مش خسران اي حاجه، مش محتاج ان هو يدفع للمحامي مقدم قضايا التعويض حوادث السيارات او دخل في محل واتصاب وقع اتزحلق، برضه كذلك المحامي بيشتغل بالنسبه. كذلك لو واحد اشترى سشوار مثلا وبيحمله في شعره واتحرق شعره، او قاعد على كرسي واتكسر، او بيشتغل لون مور بتاع قص الحشيش خبطته لان في خطا في المنتج، دي تعويضات كبيره بناخدها للكلاينت بتاعنا نتيجه المنتج معيب او اتصاب من منتج. فدي حاجات كتيره ممكن الناس ما تعرفش حقوقها فيها، فالمحامي بيجيب لهم اكبر نسبه تعويض. طبعا طبعا. طيب ايه انواع القضايا اللي حضرتك برضو بتعملها في المكتب عندك؟ بالاضافه للاصابات الشخصيه بنعمل قضايا الطلاق اللي هي الفاميلي لاو. عندنا لما يجي لي شخص معين مثلا عايز يرفع قضيه طلاق، عايز يعرف ايه حقوقه من الطرف الاخر بالزبط. يعني سواء زوجه او زوج. طبعا الحقوق بتاعتهم حسب قوانين كاليفورنيا ان طبعا بتاخد اول حاجه لقب مطلق، هو بياخد لقب مطلق، هي مطلقه وهو مطلق، ده اول حاجه. من حاجه مش ظريفه بس زي بقول شر لابد منه. احيانا بيبقى فيش استحاله العشره فلازم يبقى في انفصال. فطبعا ايه الحقوق المترتبه على الطلاق؟ الزوجه طبعا والزوج ليه 50% في الممتلكات. لو الممتلكات دي اشتروها اثناء الزواج في حاله الطلاق الزوجه ليها 50% هو ليه 50%. بالظبط. دي القاعده العامه من كاليفورنيا، من ضمن الولايات اللي هي كوميونتي بروبرتي ستيت. اي حاجه اشتروها اثناء الزواج في حاله الطلاق نص بالنص. نص بالنص. في استثناء واستثناء للقواعد دي بس ده تستغرق شرح طويل. اوكي. فاول حاجه القاضي بيديلها لقب مطلقه، هو لقب مطلق، وبيقسم الممتلكات المشتركه. بيعتبروا الجواز الزواج في كاليفورنيا زي شركه وانفضت بالظبط، عقد الشركه شراكه. فبيحصل الطلاق كل واحد بياخد ايه؟ نصيب. نص التركه. بيبقى في ديسبيوت بقى على التشايلد كاستدي، الحضانه. هي نفترض مثلا سمير وسميره وعندهم جورج مثلا وهو ماينور اقل من 18 سنه، سميره عايزه تاخده وسمير عايز ياخد الولد. فطبعا في نوعين من الحضانه، في الفيزيكال وفي الليجل.
الفيزيكال كاستدي اللي هو هيقعد الولد مع مين؟ هيبقى في الحضانه، حضانه جايه من الحضن، فيقعد عند الكاستدي في الفيزيكال وفي الليجل. الفيزيكال الولد هيقعد مع الاب ولا مع الام، ولا هيقعد مع الاثنين، وهيقعد قد ايه في الوقت؟ 3 ايام و3 ايام، 4 و3، دي اسمها الفيزيكال. الليجل كاستدي مين اللي هيتخذ قرار مصيري بشان الطفل؟ يعني مثلا يقول انا ادخله كليه الطب، انا هسفره، انا ادخله هندسه، انا هعمل له كذا، بيتخذ قرار في شانه. غالبا القاضي لما بيبقى في مشكله في الحضانه بيدي 50% من الفيزيكال كاستدي و50% الليجل كاستدي. يعني ايه؟ سمير هتاخده 3 ايام وسمير 4 ايام. كذلك الليجل كاستدي ما يقدرش واحد يتخذ قرار مصيري بشان الطفل الا لما الاثنين يتفقوا. نفترض سمير وسمير قالت لا انا عايز اخده 5 ايام، او انت ما تشوفش الطفل. طب ايه الاسباب؟ انا اب زيي، يعني ده ابني زي ما هو ابنك. فلو اختلفوا بيروحوا حاجه اسمها ميديشن. الميديشن دي القاضي لازم في كل ديسبيوت على الكاستدي، نزاع على الحضانه، القاضي بيعين ميديتور. الميديتور دون زي محكم تعينه المحكمة، وموجودين في المحكمة قاعدين، بيقعد مع الزوج على انفراد والزوجة على انفراد، أو بيقعد مع الاتنين مع بعض. يقول ليه يا سميرة أنت عايزة الولد 5 أيام؟ ليه ما نديش نقسم الأسبوع بينكم؟ تقول لأ، الولد بقى له مدة معايا والزوج منفصل، بقى له مدة ما بيجيش البيت، والولد مرتبط بيا أكتر ومرتبط بمدرسته، وهو غير محل إقامته، مش هنقدر نغير حياة الطفل فجأة عشان والده قاعد فترة مكان بعيد عن مدرسة الطفل. فالولد لازم يبقى في حضانتي أنا. هيجي سمير يقول لأ، ده زي ما هو ابنك هو ابني، أنا من حق أخده برضو أيام. أنا عايزه 4 أيام وأنت تاخديه 3، أو تلاتة، أو نقسم فترة اللي إيه الأسبوع بيننا وبين بعض مناصفة. فقالت له لا، انا مش هدي لك الولد غير يوم في الاسبوع او يومين، وانا عايزاه 5. فالمديتور بيقعد يقول طب ما تاخديه 3 هو 3 او 4 او 3، لا ما فيش فايده. بيحاول يقرب وجهات النظر. لو المديتور ما قدرش يوصل لقرار لازم يكتب تقرير ويبعته للقاضي. المديتور يبقى المحامي بتاع الزوج وهنا ومع الزوج جنبه، وبعدين المديتور هنا، وبعدين المحامي الزوجه والزوجه مع بعض، وقفوا الخمسه قدام القاضي. فالمديتور يقول للقاضي ايه؟ يا سياده القاضي، وي كانوت ريزولف زيام ده كاستدي ايشيو ديسبيوت. فالقاضي طبعا بيعمل الخطوه الثانيه بقى، يقول لك نعمل حاجه اسمها تشايلد كاستدي ايفالويشن، ونعين ماينور كونسل، يعني عين محامي للطفل عشان هو يكتب تقرير للقاضي، لان محامي الزوجه ما يقدرش يمثل الطفل ولا محامي الزوج، لان في حاجه اسمها conflict of interest. واخد بالك؟ اكيد. فالقاضي بيعين محامي واحد للطفل، يقعد مع الطفل ويقعد مع المحامي مع الام ويقعد مع الاب، ويفهم ليه الولد. القاعده العامه يشوفوا what is the best interest for the child. بالظبط. مش اللي الاب عايز ولا الام عايزه، ايه الافضل للطفل، يقعد مع الام ولا مع الاب؟ غالبا القاضي بيدي 50-50، الا اذا كان الاب فايلنس بيرسون، بيدخن في البيت، بيشرب، او الام عندها بروبلم في الدرينك، او بتضرب الولد، مش بيسموها انفيت فاذر اور انفيت ماذر. بالظبط. انا مضطر اقطعك استاذ جورج، معانا مكالمه. استاذ ريمون اتفضل، كانت الطريق معاك، اتفضل. الو. ايوه استاذ ريمون معاك، معاك الطريق، اتفضل. اتفضل. سنور بعد اذنك، انا في قرايبنا جايين من مصر، فهل في ولايات احسن من ولايات ان هم يعملوا فيها الاسايلم كيس؟ سؤال جميل جدا، وانا يعني عايز اقول لك بصراحه، يعني في ولايات فعلا صعبه جدا ما بيدوش اسايلم بسهوله، زي ولايه تكساس، بنسلفانيا، كاليفورنيا، نسبه السكسس عاليه جدا 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 بالنسبه للسلايد. طب بالنسبه ل فلوريدا او سان فرانسيسكو او سياتل؟ سان فرانسيسكو حضرتك دي كاليفورنيا. اوكي، ام سوري. يس. سياتل او فلوريدا او نيوجيرسي،
نيو جيرسي صعبة جدا مش سهلة، فلوريدا يعني 50-50، سياتل نو واي صعبة جدا. انا طيب مش بقول لك هل هم اتفضل لازم يستنوا الخمس شهور ولا ممكن يقدموا على طول؟ اوكي، وطبعا احنا بنفضل بعد ما الست شهور، مش خمس شهور، هما الست شهور يعني لازم نروح المقابلة ويكون الست شهور منتهيين. ليه؟ عشان ياخد القرار بعد اسبوعين من المقابلة. لكن لو راح والإقامة الست شهور ما زالت سارية، الكرة في ملعب إدارة الهجرة هيقول له هنبعت لك القرار بالبريد. لكن لو راح والست شهور منتهيين لازم يديله القرار بعد اسبوعين. هو ده الفرق. طب القرار ده بيبقى يعني كويس او وحش ديبند اون الفترة دي؟ ملهاش علاقة، الفترة ملهاش علاقة. الفترة لازم، لو هو المعول ان هو امتى عمل المقابلة. لو عمل المقابلة والاقامة منتهية ده افضل له واصلح له، لانه هيجي له القرار بعد اسبوعين. هو عشان السرعة فقط يعني. برافو عليك، انت قلتها صح، السرعة فقط. انا متشكر حضرتك جدا. العفو يا استاذ. العفو. معنا استاذ ابن الرب، تفضل قطع الطريق معاك. استاذ جورج تفضل. مساء الخير. مساء النور، تفضل. انا بشكركم على البرنامج الجميل دوت، وبشكر حضرتكم على البرنامج الكويس دوت، بتفهموا الناس عن الصح والغلط ايه. انا عندي مشكلة في الكاستم. اتفضل. الو. اتفضل استاذ جورج، سامعك، اتفضل. انا كنت رايح مصر وكان معايا اكتر من 30,000 دولار، كان معايا 3 اولاد، وانا الثلاث اولاد الناس قالوا لي ممكن كل شبر باسبور ممكن يشيل 10,000 دولار. انا خدت الكلام وفهمت ان انا من حقي اشيل 40,000 دولار. نو واو، ليك 10,000. يس اتفضل، اسف. لا تفهم، فخدت اكتر من 30,000 دولار حطيتهم في جيبي، وطبعا مش كلهم بتوعي، بس فيهم ناس اللي هم كانوا قاعدين معايا خافوا يكتبوا اسمائهم، فانا قلت عليهم في المطار فلان وفلان وفلان. في ناس اديت الورق وفي ناس ما اديتش الورق وخافوا يحطوا اسمائهم. في الحاله دي لو الفلوس ضاعت، يعني لو لا قدر الله الفلوس ضاعت، يكون الموقف فيه انا جرين كارد لسه ما خدتش سيتيزن. ده ملوش دعوه بالجرين كارد ولا ياثر على الجرين كارد خالص. يعني لا، انا حاولت اقدم على السيتيزن قالوا لي انت مش ابلاي دلوقتي. لا ما لهاش علاقه، اولا دي مش قضيه جنائيه. اوكي. لا ده هم قالوا لي دي قضيه جنائيه. نو جالك اي حاجه من المحكمه الجنائيه؟ لا، هو بيعملوها في الكاستم نفسه. لا ما انا بسالك عشان موظف اداره الهجره غلط، لان طبعا دي ما بقتش قضيه جنائيه، ده بيسموها سيفل بينالتي. اوكي. هم قالوا لي انت اديت، احنا سالناك معاك كام؟ قلت احنا معايا 10,000، وانا معيش 10,000، فقلت لهم انا اقصد كل واحد في ولادي من حقه يشيل 10,000. الموضوع ده بقى له قد ايه؟ بقى له اكتر من سنه ونص. اوكي، حاولت تعمل طلب تسترد المبلغ؟ ايوه طبعا، وانت محامي ماشي في القضيه. اوكي، ده ما تحرمكش من الجنسيه.